أوف يا ساتر، مثل ما تشوفون أنا الأمير الفقير أعيش داخل هذا المكان الفقير الصغير. شوفوا خلي أشوفكم أنا وين أعيش يا ساتر، والله هذا المكان ما يليق بمكانتي. أنا المفروض أعيش داخل قصر، بس شو أسوي أنا أمير فقير مثل ما جاي تشوفون. أوه يا ويلي، والله العظيم حرام أنا أعيش داخل هذا المكان الفقير. أوه شوف الصندوق مالي، حتى دايموند ما عندي، عندي بس شباك عنكبوتية. هذا الأمير الغني ما شاء الله يعيش داخل هذا القصر العملاق، يا ساتر. شباب بنات، شنو رأيكم نروح نطلب مساعدة من هذا الأمير الغني؟ والله شكله راح يساعدني. بس قبل لا أروح له خلي أخبئ الأغراض مالاتي حتى ما يسرقونهن. إيه لأن أنا ما عندي غيرهن. أوكي أوكي، هسه تقولون يا عمو الأمير الفقير هي أغراض بسيطة. اي صحيح، بس انا ما عندي غيرهن. يلا يلا مو مشكله مو مشكله. اي خلي اخذ الصندوق اخليه هنا انا. اوه حتى الصندوق خفيف تشوفون. اوه والله صندوق خفيف كثير. يلا مو مشكله، ان شاء الله اليوم راح نصير اغنياء ويصير عندي دايموند. اوكي خلي ديرتاية واحده هنا انا، حتى ذني نجيبهن نخليهن بهذا الشكل. اوكي هسه نجيب السرير مالتي، لازم نغطي هذا المكان حتى ما حد يكتشف اني عندي هنا شيء. اوكي اوكي يلا مو مشكله، خلي نروح لهذا الامير الغني الاسطوري. اوه شوفوا السرير شلون صار. اوكي يلا يلا مو مشكله، خلي نروح لهذا الامير الاسطوري اقول له ان شاء الله يساعدني. هاي عمو الملك، عمو الامير. اوه يا ساتر، ها انا عندي كثير شغلات رهيبه، شوفوا هاي اللعبه الرهيبه. عمو الامير، عمو الملك افتح لي الباب. والله العظيم انا عندي ادوات وشغلات رهيبه. اوه شباب بنات شكله ما جاي يسمعني، شنو رايكم نروح نتجسس عليه ونشوف شنو يعمل. يلا يلا مو مشكله، بس خلي اخذ ورده حتى ما يشك فيني. يلا 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 مو مشكله، حتى ما يشك فيني انه اني اتجسس عليه. يلا مو مشكله صعدت اني. اوه يا ساتر، والله العظيم اني كثير كثير محظوظ، شوفوا شنو عندي اني. اوه يا ساتر هذا شنو يعمل؟ اوه واخيرا كملت المشروع الرهيب مالتي، جزيرة دايموند الامير الغني، داخلها صندوق غريب بعمركم ما راح تتخيلون شنو داخله. اني راح اصير ان شاء الله اغنى امير بالعالم يا عيال، وان شاء الله ما حد راح يكتشف شنو موجود داخل هذا الصندوق الرهيب، وايضا هذا الفقير ما راح اساعده والله العظيم. اوه شباب بنات سمعتوا شنو يقول عني؟ ما راح يساعدني. اي عمو الغني. يا ساتر منو هذا اللي يتكلم؟ عمو الغني. اوكي عمو الغني، عمو الغني ساعدني، الله عليك ساعدني. اوه يا ساتر انت شلون جيت هنا؟ قفزت من هذا الجسر العملاق. اوه يا ساتر بس هذا الشيء خطير، شلون تعمله انت؟ اوه والله يا عمو الامير الغني الملك الاسطوري، انت تعرف انه اني حالتي تعبانة وفقير وبيتي كلش تعبان وما عندي فلوس حتى اشتري طعام، فاجيت اريدك تساعدني وتعطيني فلوس. ها ويعني انت تتوقعني راح اعطيك؟ مو يعني اذا انت تحبني وتحب تساعد الناس الفقراء والمساكين وانت قلبك ابيض وطيب اكيد راح تساعدني. لا 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 اني قلبي لونه احمر، بس اني اكيد طيب وراح اساعدك ان شاء الله. اوه اوكي يلا يلا عمو اعطيني سكيت لف السكات دايما. ها شنو استك يا فقير احترم نفسك، هو اني ما عندي ستاكين ثلاث ستاكات. ها يعني اذا ما عندك ستاكين دايموند شنو راح تعطيني؟ عندي 100 ستاك بلوك دايموند لان اني الامير الغني. اوه والله صحيح والله صحيح، واو هذا شنو موجود هنا؟ اوه انزل من المسبح مالي يا غبي. اوكي اوكي نزلت. اوه كراسي، واو هيا يا غبي احترم نفسك، ما يصير تلعب بالاغراض مالاتي. اوه خلاص يا ويلي، يلا اطلع برا من البيت مالي وما راح اساعدك. اوه لعبه رهيبه هاي، خليني العب انا وياك. طيب واذا هزمتك شنو تعطيني؟ اذا هزمتني اعطيك هاي الورده، واذا اني هزمتك تعطيني كل الاشياء اللي عندك. هاي احترم نفسك مو بهاي السهوله. يلا يلا خليني العب، انا راح اهزمك. والله ما تقدر تهزمني. اوه هزمتك يا غبي. شوفوا الهدف اللي اني سجلته. اوه يا ساتر. يا ويلي، طيب خليني العب بلياردو وما ادري شو اسمها هاي. لا خلاص يلا اطلع من البيت لا تتصل بالشرطه. اوه بس عمو اخر سؤال، شنو موجود داخل هذا الصندوق اللي فوق الجزيره مال الدايموند هاي؟ هو انت شلون عرفت يا ساتر شلون عرفت؟ اطلع برا من البيت مالي يلا. اوه خلاص راح اطلع يا عيال، مثل ما تشوفون هذا عمو الغني ما يقبل يساعدني. اي طبعا ما ساعدك، يلا برا.
يا عيال مثل ما تشوفون هذا الأمير الغبي الغني يخاف من عندي. شنو أخاف من عندك؟ احترم نفسك، أنا ما أخاف من عندك، أنا بس من الله سبحانه وتعالى أخاف. طيب شنو رأيك تعطيني تحديات، وإذا نجحت بيهن تساعدني وتخليني أصير غني، وإذا فشلت بالتحديات ما تساعدني. أوه جيت بوقتك المناسب. طيب تعال وياي، تعال ادخل من هذا الباب بأسرع وقت. شنو موجود داخل هذا الباب؟ ادخل يلا قول بسم الله. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. شنو موجود هنا؟ اسمعني، أني الصندوق مالتي اللي بالجزيرة مالتي داخله شغلات رهيبة، بس ما راح أقول لك شنو موجود داخله إلا تسوي لي 5 مهمات، وإذا نجحت به كلن يا عم الفقير أوعدك راح أخليك تكتشف وتشوف شنو موجود داخل صندوق جزيرة الدايموند. شنو رأيك؟ أوه أني موافق. وإذا فشلت بالتحدي؟ إذا فشلت راح أغلق الباب وما راح تعرف شنو داخل الصندوق وراح أطردك. يا عيال أنا موافق، والله العظيم أنا موافق. يلا تعال راح أعطيك هاي المهمات لازم تنجح بيهن كلهن، أريدك تبدي من هذا المكان. أوكي عندك هاي المهمات كلهن إن شاء الله. أوكي راح أسويهن وأنجح بيهن بإذن الله. أوكي المهمة الأولى يقول اسرق محل الدايموند. اسرق محل الدايموند؟ إيه يلا روح سرقه وتعال اللي صاير بالمدينة. أوكي راح أسرقه إن شاء الله راح أسرقه. أوكي بس قبل لا نروح نسرق محل الدايموند يا عيال خلينا نغلق الباب مال البيت مال الغني، حتى إذا يدخلوا له حرامية أو زومبي أو شي ما يقول أني خربت عليه كل شي. يلا خلي أروح أنام حتى ان شاء الله بس تصير الدنيا صبح. اوكي يلا تصبحون على خير، وان شاء الله بس تصير الدنيا صبح راح نروح ونسوي المهمه الاولى. هلا والله كملنا اول يوم نمنا هنا. راح المطر. اوكي ايش صار لاق؟ اوكي خلي نروح باسرع وقت نكمل المهمة الأولى. طبعا تعرفون انه هاي المدينة كبيرة وبيها كثير ناس اغنياء وفقراء، بس اني افقر واحد بيهم كلهم والله العظيم. يلا نروح منه. هذا مركز الشرطة اللي صار بعدين يبيع مراحيض او حمامات. اوكي مو مشكلة، قال تروح الى محل الدايموند وتسرقه. شنو اللي اسرق من محل الدايموند؟ يعني اسرق دايموند مثلا؟ هذا شنو؟ واو والله ما اعرف شنو هذا. اوكي مطعم اعتقد. اوكي محل الدايموند. هلا والله. اوكي وصلنا الحمد لله والشكر الى محل الدايموند يا عيال. كلارنس. اوكي واو والله شكله غريب. اوكي مو مشكله، يلا مو مشكله. وصلنا. هذا باب مغلق اعتقد. هذا الباب مفتوح. اوكي وصلنا الى محل الدايموند. بس اتوقع اكو فخ. شنو يبيع هذا؟ يبيع قهوه. اوكي يلا مو مشكلة، ويبيع ايضا ويبيع قهوة ويبيع مشروبات غازية. اوكي منو هنا؟ شنو هذول الفضائيين؟ شباب هذول الفضائيين شنو فائدتهم؟ والله العظيم حالي من حالكم. مكتوب كريبر عليه. اوكي والله ما اعرف شنو هاي الاشياء. خليني نبحث نشوف، لازم اكو صندوق شي. والله ماكو. اكو من هنا ممر. اوكي نعبر من هنا. والنافورة اكيد اكو شي بالنافورة. لحظة والله ماكو شي بالنافورة. السلة يمكن اكو شي داخل هاي السلات او السلال. ماكو هذا شنو؟ يا سطر جرس الانذار. اوكي صندوق. يا ساتر ما يصير ادخل ليش؟ واي اوكي دخلت من هنا. اوكي خلينا نشوف شنو داخل هذا الصندوق. تايجر تشيست بليد. درع التايجر او النمر. يا عيال يا ساتر والله رهيب. اوكي انا شنو هالملابس اللي لبستهن مال الفضائيين مال الكريبر؟ والله ما اعرف هذا شنو. جزر موز تفاح احمر تفاح اخضر مدري افوكادو مدري اجاص مدري عرموط مدري شنو. هنا جزر هنا فواكه هنا ليمون. اوكي يلا مو مشكله يا عيال خلينا نطلع. طلعت. اوكي خليني نضرب الجرس. هروب والله الباب مفتوح ما توقعته. اوكي هروب. اوكي الشرطه. هاي عمو كلارنس سمعت اكو لحظه هذا اكو حرامي دخل هنا. يا سطر تعال يا حرامي.
شباب انا تجاو الشرطة، اجوا الشرطة. اوكي 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 الحمد لله والشكر، هربت اني، خليه يختبئ هنا. هاي هاي هذا مكاني الحرامي يعني. اوه اوكي غلقته، يلا انقلع. اوه يا عيال والله ما توقعت اذا الجرس مال الانذار يشتغل راح يجون الشرطة. اوكي اوكي واو شوفوا الدرع الرهيب. يلا يلا كملنا المهمة الاولى باسرع وقت الحمد لله والشكر. مثل ما جاي تشوفون يلا اوه خلي اخلع الدرع حتى ما يقول انت غشيت ولبسته. يلا يلا مو مشكله الحمد لله والشكر اني وصلت وصلت وصلت. اوكي اوكي إيه عمو عمو وصلت، جبت هذا الدرع مال التايجر ما ادري ايش يسمونه. اوه واو خليه بالصندوق هذا. اوكي خليته بالصندوق. اوه اغراض دايمونديه ما شاء الله. طيب مالك شغل، يلا كمل التحدي الثاني. اوكي التحدي او المهمة الثانية يقول اسرق الجسر العملاق. اوه اسرق الجسر العملاق. اي اي اكو صندوق فوق الجسر اريدك تجيبه وتجي. اوكي ابشر ابشر، وين اكو جسر عملاق؟ اوه هذا واو اوكي اوكي. اوه وين اكو صندوق؟ ماكو صندوق، شنو يخدعني هذا مثلا؟ اوه صندوق يا ساتر، والله ولا اعرف اكو صندوق فوق الجسر. يلا يلا مو مشكلة راح نسوي. اوه هاي المهمة سهلة. اوكي هاي المهمة اسهل منها ماكو. يلا نصعد للجسر العملاق يا عيال، والله راح يكون شيء خرافي. اعتقد ما اقدر اصعد مو، لا اقدر اصعد. اوكي ها هذا الصندوق. شنو تتوقعون موجود داخله؟ والله العظيم اني حالي من حالكم ما اعرف. بس لازم انتبه لان اذا اطيح وق راح اودع. اوكي راح اموت. اوكي اوكي يلا يلا، والله انه كان صار مرتفع. وهذا شنو؟ بايو مدري بيو مدري شنو التانك مدري شنو. اوه شنو صار؟ وين راح؟ هذا والله ما اعرف شنو هذا. اوه ردت اطيح يا عيال، والله حالي من حالكم ما اعرف شنو هذا. اوكي طارا اربع قلوب تقريبا نزلنا من هنا، ننزل على سيد عمود. اوكي نزلنا على العمود. اوكي وين نروح حاليا يا عيال؟ نجي من هنا. انا وين جيت؟ اوكي نجي من هنا يا عيال. هلا والله هلا والله هلا والله وصلت اني وصلت. اوكي نغلق الباب. ها جبتها مو؟ اي جبتها، بس شنو هذا؟ هاي ما لك علاقه بي، راح اسوي جيش من الفضائيين مثل هذا ويتحركون ويعني يصيرون اصير اني اتحكم بيهم. اوه ما شاء الله راح تحتل العالم. اي طبعا يلا خليها بالصندوق. اوكي والله شباب هذا شكله غبي يفكر يحتل العالم. شنو قلت؟ لا لا قلت ما شاء الله خطه جميله ان شاء الله. يلا يلا سوي المهمه اللي بعدها. اوكي اول مهمه سويناها، الثانيه سويناها، الثالثه يقول اوكي يقول اصنع ادوات اصنع ادوات ودروع خشبيه. هاي وين اكو دروع خشبيه يا اخي؟ روح اصنع اللي قلت لك عليه، اريدك تصنع لي ادوات ودروع خشبيه كامله يلا تجيني باسرع وقت. طيب ليش ما اصنع لك من الدايمود؟ انت عندك دايمود داخل هذا الصندوق، شوف هذا دايمود وهذا دايمود. يا غبي مالك شغل، نفذ المهمه. يا عيال راح اكسر من هاي الشجره. لا اطلع برا كسر. اوه يا عيال يا عيال يا عيال والله العظيم راح يدمرني. قل لي اصنع ادوات يا ساتر. اوكي مو مشكله راح نكسر هاي الشجره. طبعا بصراحه انا يا عيال حالي من حالكم متحمس كثير كثير على هاي المهمات الجميله الرائعه. اوكي مو مشكله كسرنا هاي الشجره. اوه ليش اوه هاي الخشبانية اقول شنو السالفة. طبعا احتاج تقريبا والله كثير اخشاب راح احتاج. اوكي طبعا راح احلل هذا الخشب يعني اقطعه وراح يصير كثير. الخمسة اتوقع راح تنطيني خمسة اربعة واربعة ثمانية وثمانية ستة عشر سبعة ثمانية تسعة عشر عشرين عشرين يا رب صحيح. اوه والله صحيح اول مرة اجيبها صحيحة. اوكي طبعا انا محترف في الرياضيات. ايه اتذكر ولا مرة ناجح ولا مرة راسب بالرياضيات. اوكي اوكي والله اني مادة الرياضيات صعبة عندي. اوكي جاب الرياضيات بالنص يا اوغا. اوكي خلاص يا عم الفقير كمل كمل كسر الاخشاب. طبعا احتاج تقريبا 30 او 32 خشبة حتى اقدر اصنع اسلحة كاملة. مدري دروع مدري شنو، بس اوكي مو مشكلة راح نجيب احنا احتياط. اوه والله صار عندي كثير. اوكي نصنع اوه 44 تمام. نصنع لنا اول مره كرافتنج تيبل كرافتنج تيبل نخلي الكرافتنج تيبل يا عيال نفس الشيء. لا والله مو نفس الشيء. اوكي اوكي جتلي فكره جتلي فكره يا عيال، شوفوا شنو اللي راح اسوي حتى يكون شغلنا مرتب وصحيح ونظامي وحلو. شوفوا شنو راح اسوي. شفت اني هنا مكان هاي غرفه اي والله بيضه. هلا والله اذا طلع بيها كتكوت تحطوا لايك واذا ما طلع تشتركون بالقناه.
اشتركوا بالقناة. اوكي يلا يلا مو مشكلة نحط لك. يا ساتر هاي الفضائيين من وين جاي يجون ما اعرف، والله كان ما موجود. اوكي مو مشكلة. اول شغلة راح نصنع استكات يا عيال حتى نصنع الادوات. اوكي اول شغلة نحتاجها نصنع السيف. صنعنا السيف الخشبي مثل ما جاي تشوفون. ثاني شغلة راح نصنع البيكاكس. اوكي هذا البيكاكس وهذا اوكي اوكي عيال. وهذا راح نصنع النوبل اكس، قصدي الشفل، النوبل اكس يا عيال، هذا الاكس النوب اداة الهو ما ادري ايش اسمها. اوكي يلا مو مشكلة مو مشكلة. نجيب ذني بهذا الشكل، نصنع اداة الهو بهذا الشكل. هاي تمام، صنعنا حاليا 5 ادوات خشبيه مثل ما جاي تشوفون يا عيال، صنعناها كلها بشكل صحيح ومرتب. لازم نرتبهن شويه. اوكي صنعنا الادوات الخشبيه حاليا كلها صحيحه. هسه هل نقدر نصنع دروع خشبيه؟ لحظه نتاكد. والله يصير. اوكي 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 واو شيء رهيب يا عيال، صنعنا الدروع الخشبيه. اوكي لحظه، خوذه وتشست بليت مو بلانك تشست بليت ما ادري ايش يسمونها. اوكي البنطلون انا اقول شنو بعد ناقصني، البنطلون وبعد شنو الحذاء. ناقصتني خشبه واحده. اوكي من وين اجيبها؟ اوكي ما حد يعرف ما حد يعرف شباب بنات، ما اريد استخدم الادوات حتى ما يقول لي رحت استخدمتها روح جيب غيرهن، انا اعرف هاي الحركات مال المنوبه. اوكي نخليها هنا. لا اوكي يا ساتر والله ما انتبهت. اوكي مو مشكله هاي الازرار لا لا ما اريد البسهن ما اريد البسهن. اوكي بعدين نجربهن تمام مو مشكله. نصنع الحذاء. اوكي صنعنا الحذاء. اوكي يلا خلينا نجربهن. شوفوا 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 والله دروع رهيبه. والله شيء رهيب. خلينا نجرب السيف. لا 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 اوكي يا عيال. اوكي ان شاء الله ما يكتشف انه اني جربت السيف. خلي انزعهن خلي انزعهن حتى ما يشوف انه اني جربتهن يا عيال. وهاي الازرار راح نخليهن على الشجره هنا حتى ما يكتشف شيء. اوكي يلا يلا مو مشكله مو مشكله. يلا يا غبي بسرعه تعال. اوكي اوكي اني وصلت اني وصلت اني وصلت. يلا يلا صنعت الادوات كلهن. اي سيدي صنعتهن كلهن. طيب طيب يلا خليهن هنا بالصندوق بسرعه. اوكي اوكي لحظه استخدمت السيف مو؟ ها؟ لا استخدمت روح اصنع غيره. يا ويلي شباب قلت لكم والله راح يكتشف. اوكي مو مشكله راح نصنع لنا سيف جديد يا عيال. والله العظيم ورطه هاي سان ليش استخدمته. تمام تعال يا خشبه تعال يا خشبه. اوكي بهذا الشكل. عندي ستيك مو والله عندي ستيك يعني راح يكون سهل. هذا سيف خلاص بعد ما نحتاجه نرميه وينه؟ وهذا سيف رميته اني وينه؟ اوكي هذا تشوفونه. بعد ما نحتاجه نصنع لنا سيف جديد بهذا الشكل. لا 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 اوكي بهذا الشكل السيف راح يكون تمام تمام. حاليا صنعنا. خلي انام اسرع وقت خلي انام هاي الريشه ما اريدها. اوكي اوكي يلا خلي انام تصبحون على خير حتى ان شاء الله بس تصير الدنيا صبح راح نحصل شغلات رهيبه ان شاء الله. يلا ايش صار؟ والله صار لاج. اوكي مو مشكله. اوكي شكلك واحد يخلي السيرفر بس مو مشكله. يلا 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 وصلت. هاي الريشة اني ما اريدها والخشب ما اريده. اوكي هاي الاستكات ايضا ما اريدهن تمام. يلا يا غبي وينك تاخرت كثير. هذا السيف جبته. لحظه اي والله ما مستخدمه تمام الحين. تمام يا صديقي هسه اريدك تسوي المهمه اللي بعدها. كم مهمه موجوده اصنع المهمه الاخيره. يلا سويها. اوكي يلا شباب بنات جاهزين حتى نسوي المهمة الأخيرة؟ بس قبل لا نسويها أريدكم هسه كلكم يا عيال تحطون لايك وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين وتفعلون جرس الإشعارات حتى إن شاء الله تصيرون أساطير وتنضمون الجيش أوغل الأسطوري. وطبعا أني مريض وجاي أصور فأتمنى تكتبوا لي بالتعليقات الله يشافيك يا أوغا لأن ما أعرف إذا جاي تلاحظون صوتي شوية متغير. يلا يلا يا أوغا الله يشافيك يلا كمل التحدي. اوكي اوكي يلا التحدي او اللي بعده او الشيء الاخير يقول اسرق البرج العملاق. وين اكو برج عملاق؟ يا غبي اكو برج عملاق بالمدينه روح سرقه يلا. يا ويلي ها شنو ما عجبتك المهمه؟ لا لا مهمه حلوه شباب بنات يسوي لي مهمات صعبه. اوكي بس احنا قدها. اوكي قال اكو برج عملاق هذا. اوكي
فهمت. يقول اكو برج عملاق بالمدينة لازم نروح نسرقه. اوكي طبعا اغلب المهمات صار نسرقه. والله العظيم السرقة مو صحيحة. اوه والله البرج رهيب. اوكي تتحدوني اطفر على العمود هذا مال الكهرباء؟ لحظة خلينا نجرب نصعد فوقه يمكن نصعق بالكهرباء. اوه سيد عمود الكهربائي، سيد عمود الكهربائي. لحظة وي اوه واو والله ما يصعق. طبعا للي متابع الحلقات في قناتنا الاسطورية قناة اوغا يعرف انه انا عندي غرفة مشتركين تشتغل على الكهرباء، والكهرباء مرات تتعطل وما تشتغل، فالسبب كله من هذا العمود الكهربائي الغبي. تمام يعني من هاي الأعمدة الكثيرة لأن ما مرتبة. أوكي تشوفون ما متساوية، المفروض واحد يصير هناك بذاك الاتجاه. تشوفون هذا ما متساويات، تشوفون هذا هنا هذا هنا، فبعدين إن شاء الله نساويهن ونعدلهن. أوه بريد، أو ماكو شيء. أوكي واو دخلنا، هذا باب. وات هذا باب والله ما أعرف. أوكي مو مشكلة خلينا نصعد يا عيال. يلا صعدت آني. والله العظيم أنا متحمس كثير. أوكي يلا صعدنا. ما اريد اطيح يلا صعدت انا الحمد لله والشكر. اوكي والله طريق طويل بس اوه لحظة what is this chest صندوق يطير بالسماء. واو شنو موجود داخله؟ اوه شكلي اكتشفت مكان الصندوق اللي مخبئينه. اوه يلا مو مشكلة اعتقد هذا صندوق فخ. اوه واو مطعم جميل هذا فوق السماء. اوكي او برج عملاق. هاي شنو والله العظيم ما اعرف، لازم نتاكد ونبحث كثير في كل مكان يا عيال. اوكي او هذا الصندوق. لحظه اذا اقفز تتوقعوني اوصل للماي؟ اريد اقفز. لحظه هاي الادوات شنو؟ يا ساتر لحظه لا مستحيله اذا اقفز راح اطيح هنا على هاي الاشجار. شوف اكو ماي حتى ننزل. لحظة خليني نتأكد هل اكو ماي؟ لا للأسف ماكو. راح نضطر ننزل من هنا. اوكي يلا مو مشكلة بس لحظة هاي الادوات شنو؟ هذا شنو؟ لحظة والله ما اعرف هاي شنو. ايش صار؟ والله ما اعرف يا عيال. اوه لبست ملابس الدب. اوكي لا خوذة الدب هاي. اوكي يلا اوكي وي اوه هلا والله نزلت باسرع وقت. اوكي يلا مو مشكله. اوكي طار من عندي نصف قلب. يلا مو مشكله. واو كملنا كل المهمات الجميله والاسطوريه هاي. يلا بينا. اوكي كملناها الحمد لله والشكر، وان شاء الله راح اصير غني، وان شاء الله راح احصل جزيره الدايموند. اوكي يلا وي اوكي اوكي وصلت ندخل من الباب. هاي الادوات حتى هاي راح اجيبهن. يلا مو مشكلة وصلت. ها جبت الادوات الخرافية لولا. اي جبتهن والله العظيم جبتهن. اوه والله العظيم انت كفو وتستاهل، خليهم بالصندوق يلا. اوكي خليتهم بالصندوق. كل الادوات حطهم بالصندوق. اوكي حطيتهم كلهم بالصندوق بعد ما عندي شيء. طيب مبروك يا صديقي، يلا افتح هذا الباب واطلع من هنا. يلا افتح الباب. اوه قبل لا افتح الباب شنو موجود داخل؟ اسمعني انت حاليا مبروك عليك حصلت جزيرة الدايموند الاسطورية. بس اذا اني حصلت جزيرة الدايموند انت وين راح تعيش؟ ما الك علاقة، اني راح اعيش في هذا البيت وايضا راح اعيش في جزيرة الفحم مال الفقراء. اوه واو طيب عمو شنو رأيك اعيش معك بهذا البيت؟ لان اني ما عندي بيت اسطوري مثلك. اوه مبروك خلاص راح تعيش معي بالطابق الثاني او الثالث. اوه شكرا يلا روح افتح الجائزة مالتك وشوف شنو داخلها. يلا يا عيال خلي افتح الجائزة مالتي باسرع وقت. يلا روح افتحها. مبروك اوكي عين انت لا تراقب. اي اريد اشوف شنو داخلها. طيب تعال مو مشكلة خلي نشوف شنو داخلها. اوكي يا عيال. اوه الا والله 64 بلوك دايموند، احب الدايموند. اوه قليلة هاي، بعد شنو موجود؟ اوكي خلينا نشوف شنو هاي الادوات يا عيال. والله العظيم اني حالي من حالكم ما اعرف. لحظه هذا شنو؟ اوه مبروك حصلت تعويذه سحريه تخليك تصير اسرع واقوى. واو اوكي لحظه والله رهيبه يا عيال. اوكي نقدر نخليها بغرفه المشتركين ونسوي فيها كثير شغلات حلوه وجميله. هاي شنو؟
ايش صار؟ اوه انقلبت الشاشة. اي يا غبي، هاي نظارات تقلب الشاشة. اوكي خلي اخلعهم يا عيال. اوكي واو والله رهيبة هاي اللي حصلتها. اي والله صدق رهيبة، خليني نجرب نلبسها. اوه انقلبت، رجعت انقلبت. اوه والله رهيب. اوه هاي شنو؟ اوه هاي مال تنكر. اي والله العظيم حلوة حلوة. ايه طيب خلينا نخلعها هاي. اوه هاي اعرفها. ايه تخليني اقفز قفزة عالية. اوه اياني اريدها، الله عليك اعطيها الي. اوكي شباب راح اعطيها له، بس لا تبكي. اوه شكرا شكرا. أوه خليه يروح عنا حتى ما يقول يعطيني بعد شيء. اريد بعد شيء. اوه خلاص خلاص خلينا نشوف بعد شنو عندي. هاي شنو؟ لحظه. اوه يا ساتر. هاي تخليني اطيح من السماء بسرعه. شوفوا وي. اوه اوكي اوكي مو مشكله نخلعها. هذا شنو؟ هاي شنو الدروع؟ هاي الدروع تخليك ضد الدمج، يعني اي واحد يضربك هو اللي راح يدمج مو انت. اوه والله دروع رهيبه. وهذا شنو؟ هذا شنو؟ لحظة. اوكي لحظة. اوه جهاز مال عزف موسيقى، كلارينيت مدري كمان مدري شنو اسمه. واو فا اوكي شباب بنات مثل ما تشوفون حاليا كملنا كل شيء، وراح ننتقل ونروح الى غرفة المشتركين ونكتب اسماءكم ونخليه اعلم دولكم ان شاء الله. فيلا ليتس جو. يلا يلا بأسرع وقت بأسرع وقت وصلنا إلى غرفة المشتركين. والله العظيم. أوه طاح الببغاء، تعال عمو الببغاء. طبعا كثير ناس قالوا لي سمي الببغاء كوكو، بس ما أعرف بصراحة شنو تحبون أسميه حاليا لأن ما متأكد. تمام مو مشكلة ندخل غرفة المشتركين. أوكي طبعا ان شاء الله اليوم راح نبدي نكتب اسماء اسطوريه، كل يوم اسماء اسطوريه. اليوم جانا تعليق كلش كلش حلو من صديقنا او صديقتنا، كاتب افضل يوتيوبر ان شاء الله توصل 1 2 3 مليار مشترك، اكثر من مليار مليون لايك. انا انس من اعتقد الجزائر. اوكي حبيبنا انس الف الف مبروك، دخل اسمك في غرفه المشتركين الاسطوريه يا بطل، وتستاهل هذا. هاي بوسه احلى بوسه، الاحلى تعليق، الاحلى متابع، الاحلى متابعين بالدنيا. اوكي يلا مو مشكله خلينا نكتب اسمه في غرفه المشتركين. اسمه انس من الجزائر. اوكي انس من الجزائر اعتقد. اوكي انس لحظه بالعربي. اوكي انس من الجزائر، الف مبروك حبايبنا اهل الجزائر. اوكي اوكي نرجع ذني اللي ما نحتاجهن، والحين نكتب اسمه يستاهل. الف مبروك يا صديقنا انس من الجزائر. الحين شنو نعمل يا عيال؟ اللي يريد اسمه يدخل في غرفة المشتركين هاي الاسطورية، كل اللي عليكم تسوونه شغلات بسيطة فقط، اللي يسويها او اللي تسويها يدخل اسمه في غرفة المشتركين، اللي هي تحطون لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات وتكتبون تعليق حلو حتى نكتب اسماءكم. اوه عبالي انطفت الكهرباء. اوكي اوه انطفت اشتغلت انطفت اشتغلت. اوكي مو مشكلة عمو الببغاء انت راح تبقى هنا. اوه واو شوف ايش سويت انا. لحظة لحظة لحظة. اوكي اوه مسكت الببغاء بيدي. يلا يلا خلي اخذه وياي الى منطقة اعلام الدول الاسطورية. واو والله الببغاء ما توقعت اقدر احمله بايدي، بس يلا مو مشكلة مو مشكلة. هلا والله هلا والله. اوكي طبعا مثل ما تذكرون بالحلقات السابقة اني ما نسيت وعدتكم اسوي لكم منطقة جديدة اسمها منطقة صور المشتركين، وابشركم راح تكمل ان شاء الله، ما بقى شيء، جاي اسوي عليها تعديلات بسيطة كلش ان شاء الله راح تعجبكم. هي عمو الببغاء تعال انت وراي. اوكي عندك جناحات تقدر تطير. اوكي نجيب علم دولة اليوم اللي هو راح نسوي علم دولة اسطورية ان شاء الله. اوه الباب نسيته مفتوح من الحلقة السابقة. اوكي منطقة اعلام الدول الاسطورية نفتح الباب ونقول بسم الله. طبعا بالحلقات السابقة سوينا علم العراق وعلم الكويت. اوه هاي شنو هنا؟ اوه هنا كان علم ما اعرف شنو كان العلم موجود هنا، اعتقد الجزائر او السعوديه. ما اعرف شكلها غرفه المشتركين بدت تتعطل، يراد لي اسوي لها صيانه. اوكي مو مشكله. هنا انا سوينا علم قطر، هنا المغرب، هنا تونس، الامارات، سوريا، السودان، البحرين، اليمن، موريتانيا، سلطنه عمان، دوله اوغا. هي هاي صورتي. شباب اعطوني لايك 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 لايك. ان شاء الله منطقه اعلام الدول راح اخلي بيها الصور مالتكم بهاي الطريقه. تمام اوكي مو مشكله. نجي هنا نسوي علم دوله اليوم. اوكي اوكي اللي هو علم دوله اكيد عرفتوها هاي،
اكيد عرفتوها شباب، عالم دولة فلسطين. الف الف مبروك لحبايبنا من فلسطين، دخل عالمكم بمنطقة علام الدول الاسطورية. فشباب بنات شوفوا، ملاحظين انه علم السعودية كان موجود هناك كان موجود بس اختفى. السبب اللي خلى علم السعودية يختفي، اتوقع انه السعوديين ما يحطوا لايكات وما يشتركون بالقناة، اتوقع. اوكي، فخلينا نجرب بالحلقة القادمة حطوا لايكات على هذا الفيديو ونشوف هل راح يرجع علم السعودية او لا. فاوكي شباب بنات، مثل ما شفتوا كملنا كل شيء حاليا، فيا رب عجبكم هذا المقطع الجميل والحلو. اوه هلا والله بالببغاء. فاللي يريد يحصل على هاي المودات الاسطوريه لماينكرافت الجوال وماينكرافت الكمبيوتر راح تحصلونها موجوده كلها بالوصف في موقع اوجا. وما احب اطول عليكم اكثر، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وايضا تابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام بالوصف. وبس، مع السلامه، باي باي. Bye.